السلام عليكم. تفضلي معايا. معك أبو حسين من العراق. شيعي ولا من هو سني؟ الأفضل الذي اسمع شيعي ولا سني يا ابو سؤالي؟ بسم حسين؟ الله الرحمن الرحيم، شيعي اللهم ولا صل سني على يا ابو محمد حسين؟ وآل شيعي ولا محمد. سني؟ أنا شيعي شيعي شيعي. طيب يا ابو حسين، سمعت، شيعي. اصبر، طيب اهدى، خليك تتكلم. سمعت حلقة اليوم؟ نعم، سمعتها. أنا خليني أسألك السؤال على مود هو كان هو يكون جواب لك على حل على عنوان الحلقة. اتفضل. نعم، من هو الأفضل في نظرك أنت، الذي يكلم الله مباشرة من دون وحي، أم الذي يكلم الله من خلال وحي؟ والله يا طيب، الأفضل عندنا في العقيدة من أتت به السيرة ومن أتى به كتاب الله سبحانه وتعالى. أما إن أنا أتكلم بذاتي، جاوب بصراحة، أنا من بتكلم الأفضل؟ أستاذ الفاضل، أنا بتكلم بصراحة، أنا بتكلم بصراحة، وإجابتي سريعة جدا. إيه نحن جاوب. لا، نحن لا نعم، قول نستطيع فلان أفضل. يا أستاذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست. فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لا ننحاز عنه، ولا عقل يقدم على أنا النقل سألتك لديك في تلك سؤال، المسألة. وأنا أجبتك، والله أجبتك أجبتك سؤال محدد، أجبتك الذي يكلم الله مباشرة أم الذي يكلمه الله من خلال وحي؟ يا أستاذ، أما أجبتك هذا والله وأما هذا، جاوب يا أستاذنا، بشكل سريع. أجبتك والله أجبتك. الذي آمن به النبي وآمنا به عن النبي، فهمت؟ أخي أتكلم عن الذي تاني؟ يكلم الله مباشرة. تاني؟ طب هجاوبك من هو بالفكر الشيعي الأفضل الاثنى عشر. الذي يكلم الله مباشرة النبي أم صلى الذي الله عليه يكلمه وسلم، من خلال النبي وحي؟ محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله مباشرة وكلمه بوحي، فهو الأفضل عندنا. يلا اتفضل، ائت ما لديك. أين كلم الله النبي محمد صلى الله عليه في وآله الإسراء وسلم والمعراج، مباشرة بدون وحي؟ عندما أين؟ فرض عليه الصلاة في الإسراء والمعراج، اتفضل. ونبي الله موسى. طب ما انا قلت لك النبي كلمه الله مباشرة وكلمه بوحي، ايه اللي، ايه اللي فيه ايه؟ قلت لك النبي محمد، خلاص حلقتك انا جاوبتك عن حلقة سؤال، كاملة جاوبني بقى انت عن عن سؤالنا بقى. ولادة الإمام علي عليه جاوب السلام في بطن الكعبة، يا عم، جاوبني عن وهي سؤالي يا عم، جاوبني عن فضيلة سؤالي من الله سبحانه وتعالى للإمام علي عليه السلام، يا عمي. وهو خير البشر من بعد رسول الله. دلوقتي سؤالي واضح، هل فاطمة بنت أسد أولا خير نساء العالمين كما قالت الرواية؟ من الذي قال أن فاطمة بنت أسد هي سلام الله الرواية، عليها هي خير النساء؟ من الذي هي قال؟ قالت: وفضلني على نساء العالمين في الرواية اللي أنا كنت أقرأها الآن عن ولادة الإمام عندك. سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء فقط. يبقى إذن كذبت فاطمة بنت أسد عندما قالت هذا القول في الرواية؟ أعطيني القول، أعطيني النص الذي تقول به فاطمة بنت أسد أنني سيدة نساء العالمين طيب حاضر فقط. حاضر، آدي يمكن أنت ما حضرتش معانا الرواية على الشاشة تظهر قدامك أبو حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أهي بتقولي: معاشر الناس، إن الله عز وجل اختارني من خلقه وفضلني على المختارات ممن مضى قبلي، وقد اختار الله أسيا بنت مداحم فإنها عبدت الله سرا في موضع لا يحب الله أن يعبد فيه إلا اضطرارا، ومريم بنت عمران هانت ويسرت عليها ولادة عيسى فهزت إليه بجذع نخلة في فلات الأرض حتى تساقط عليها رطبا جنية، وإن الله اختارني وفضلني عليها وعلى كل من مضى قبلي من نساء العالمين لإني ولدت في بيته العتيق وبقيت فيه 3 أيام. ها تفضل. نعم، الأفضلية بولادة الإمام علي عليه السلام. ممتاز أستاذ الفاضل، أطرح بقى إشكال واجعني. نعم، هل فاطمة بنت أسد سيدة نساء العالمين لولادة فاطمة، لولادة علي عليه السلام؟ طيب آمنة أم النبي أفضل أم فاطمة أفضل بنت أسد؟ آمنة عندك كافرة أنت، أنا أعوذ بسألك بالله عندك أنت من يا عم، مالكش عقيدتك. دعوة عندي أنا، عندك أنت الآن قلت فاطمة بنت أسد سيدة نساء العالمين لأنها ولدت علي، طب آمنة بنت وهب؟ نعم، ما بها آمنة بنت هل هي وهب، أفضل أم سيدة فاطمة بنت جليلة أسد وأن أفضل؟ ترضى عنها. هل أمينة بنت وهب أفضل أم فاطمة بنت أسد أفضل؟ أخي لا يوجد أفضلية، هذه ولدت أنت لسه سيد قايل ماء دلوقتي يا الناس، أبو حسين وهذه المرأة نعم ولدت فاطمة بنت لسيد أسد الأوصياء. أفضل نساء العالمين لأنها ولدت علي،
فأنت لسه معترف الآن. فسألتك سؤال، هل آمنة بنت وهب أفضل التي ولدت نبي الأمة محمد أم فاطمة بنت أسد أفضل؟ رد بقى، ده كلامك أنت. لا أنا بلزمك بحروف كلامك أنت، جاوبني حبيبي. أنا مش حبيبك، أنت جاوبني. أم عمر أفضل من أم النبي عندك؟ يلا جاوب يا عمي، جاوبني الله يصلح حالك يا ناصبي. يا عمي جاوبني عن سؤالي، ما تلفش وتدور. الآن فاطمة بنت وهب جاوبني. أفضل أم فاطمة عمر بنت، لا أم ما تخشش النبي. في سؤال تاني والله ما سيبك. الآن من الأفضل، فاطمة بنت أسد أم آمنة أم النبي عندك؟ ما تلفش كده عليا. ولكن أنت عندك هند أفضل من أم رسول لا الله. إله إلا الله سيدنا محمد رسول جاي الله. الآن سؤالي، أنت اللي اعترفت وقلت إن فاطمة بنت أسد أفضل نساء العالمين لأنها ولدت علي، مش أنت قلت الكلام ده؟ فأنا ألزمتك نعم بكلامك. بولادتها لأمير المؤمنين. طيب والسيدة الآن آمنة، أم رسول الله هي أيضا سيدة العالمين. دليلك بقى، دليلك إنها سيدة، الآن دليل، جاوبني. اديني بقى الدليل. هن صاحبة راية الآن أفضل يا أم عمي، آمنة أم رسول الله؟ يا عمي جاوب. سيبك من اللف والدوران. الآن الدليل، الله يصلح حالي، أين ما ورد جاوب الدليل أن والله. آمنة أم النبي سيدة نساء العالمين وأنها أفضل من فاطمة بنت أسد؟ عندك دليل نصي زي ما أنا طلعت، أنت طلبت الدليل مني طلعته لك على العام. ده الفرق ما بيني وما بينكم، تطلبوا مني الدليل بيظهر مباشرة، أنا بطلب دليلك على الكلام. اتفضل. المشكلة أنه أنت تلف الدور. أنا ما لفتش الدور. جاوبني وما راح في أترك هذا نقطة السؤال واحدة وراح يا أضعكم صديقي، فضيحة. في نقطة من واحدة الأفضل، هند أم يا أم أستاذ النبي؟ الفاضل، مش ده سؤالي والله. أنت الآن اعترفت ما أن جاوب. فاطمة بنت أسد عارف أفضل لأنها ولدت عليه، فألزمتك بإلزام. أين ورد الدليل أن آمنة أم النبي أفضل من فاطمة بنت أسد مثلما أنت ادعيت الآن؟ دليلك أنت لما طلبت الدليل، مش أنا طلعته ولا أنا اتأخرت؟ الآن جاوبني على قدر سؤالي. أنت والله لما طلبت أجاوبك، الدليل، بل جاوب على سؤالي. أنت لما طلبت الدليل حضرتك أنا طلعته ولا اتأخرت؟ اسمع بدون عصبية بس، اهدى يا أبو والله حسين، أجاوبك اهدى يا فقط أبو حسين، فقط اهدى. فقط جاوب. أنا هجاوبك بس، اهدى يا أبو حسين. أنت لما طلبت مني الدليل على أنت قولي ما راح تجاوبني، يا أخي، رد على قدر سؤالي. راح تقطع اتصال وما راح يا تجاوبني. عم رد على قدر سؤالي، رد على قدر سؤالي، رد على قدر هذا سؤالي، رد على قدر أسلوبكم. سؤالي جاوبني، من الأفضل، يا أخي، رد هند على، يا أخي، صاحبة رايات أم أم النبي؟ يا أخي رد على قدر سؤالي. الآن عندك أنت، عندك أنت لما طلبت الدليل مني أنا طلعته ولا لأ؟ رد عليا. خل تسمع الناس انه انت ما راح تجاوب. شكرا، والله طيب اجاوبك، بس فقط جاوب على مفيش سؤال رد، يا اخي. ليش مفيش تهرب؟ رد، مفيش رد، ده أولا. ثانيا سؤالك حبيبي سهل الإجابة عليه، كل من شهد أن لا إله إلا الله تفضل. وأن محمدا رسول الله أفضل من الذي لم يشهده، وإن كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا عندنا لا يعني نشترط، لا نشترط كأهل السنة والجماعة أن يكون كما اشترط الشيعة إيمان أبو الأنبياء، والدليل إن عندنا بنص القرآن أبو نبي الله إبراهيم كان كافرا بنص القرآن، ممتاز. فأنت اشترطت شرط عندك في العقيدة والدين، شفت إجابتي أسرع من كده؟ اسمع الآن فكل من مات على الشهادتين اسمع أفضل اسمع من الذي لم يعرف الشهادتين. الآن بقى سؤالي، اديني اذن الدليل، اديني الدليل يا عم، ما فيش يعني. شوف أش أهل السنة بترد، الدليل أن آمنة عندك أفضل من فاطمة بنت أسد، ما تلفش وتدور. اخي يعني يلا حبيبي، افتهم من كلامك انه افتهم من رايات كلامي، افضل من ام النبي؟ افتهم من كلامي هذا. نعم اديني يلا الدليل، يلا. اخي ما فهمت اجابتك، تاني فهمت اجابتك. تاني، هند انت بقى مصر، مصر، افضل من مصر، ام انت النبي؟ مصر، ها مصر. هند بنت عتبة التي ماتت على الاسلام افضل من ام النبي التي لم تمت على الاسلام، شفت بقى؟ سود الله وجوهكم بالدنيا قبل الآخرة. يلا بقى اديني بقى انت لا الدليل، الله. الدليل الان، الدليل سود الان، الله وجوهكم. الدليل بعد الان، ما كلام وياكم انتم لانك اتزنقت، ماشيين من الملة. انت اتزنقت الان صح، فسود الله وجوهكم وانت اللي هتقفل وتجري لان طلبتك بالدليل. اهل السنه ما عندهمش الدين بالعاطفه يا حبيبي. القران قال في ابو أنا نبي الله بحافظ ابراهيم، ولك. القران قال في ابو نبي الله ابراهيم كافر، صح ولا مش صح؟ هند الزانية آكلة الأكباد أفضل من شفته؟ شفته عايز ياخد رصاصة الرحمة ازاي؟ الله المستعان، الله المستعان.